حائل. بدأت الكلية التقنية بالدمام هذا الأسبوع في استقبال المتدربين المستجدين وتعريفهم كذلك بالأنظمة والحقوق، بالإضافة إلى التوعية الصحية والسلامة المهنية. عن ذلك وللمزيد من المعلومات يلتحق بنا من الدمام مراسلنا طارق المزهود. مساء الخير طارق، أهلا وسهلا بك معنا في نشرة النهار. كيف استقبلت كلية التقنية طلابها المستجدين؟ نعم حسن، مساء الخير لك ولجميع من يشاهدنا. الكلية التقنية بالدمام كما تفضلت حسن قبل قليل، هذا الأسبوع هو استقبال المتدربين الجدد في الكلية التقنية. الأسبوع القادم بإذن الله تعالى سيكون استكمال وبداية الدراسة. عن ذلك حسن، يسعدنا أن ننضم في هذه اللحظات عميد الكلية التقنية بالدمام المهندس أحمد بن عثمان الغامدي. حياك الله معنا مهندس أحمد. نريد أن نعرف هذا الأسبوع ماذا تقوم عليه كلية التقنية بالدمام. حياكم الله، حيا الله قناة الإخبارية في مقر الكلية التقنية بالدمام. الكلية التقنية بالدمام من تعتبر من أكبر الكليات في المملكة في وطن الحبيب، تضم تقريبا 9 تخصصات و 14 9 أقسام 14 تخصص، بالإضافة إلى تخصص غالي على قلوبنا ذوي الاحتياجات الخاصة. بدأت الكلية التقنية عام 1408 تقريبا 120 متدرب، والحمد لله الآن تحتوي على تقريبا 7600 متدرب. حرص بدعم خادم الحرمين الشريفين، الحمد لله تم استيعاب عدد كبير من المتدربين، وبدعم معالي المحافظ قبلنا هذا الفصل الحمد لله 1720 متدرب. حرص معالي المحافظ على توجيه أنه الأسبوع هذا يكون تهيئة للمتدربين الجدد لأجل بداية التدريب من أول يوم إن شاء الله الأسبوع القادم. مهندس أحمد، ماذا تعملون هذا الأسبوع؟ كيف يتم استقبال المتدربين الجدد؟ نستقبل المتدربين الجدد لبرنامج أعد مسبقا، في أولا إعطاهم فكرة كاملة عن الحقوق والواجبات في الكلية، كذلك التدرب الإلكتروني، كذلك الصحة والسلامة المهنية، أيضا بالإضافة إلى السلم المجتمعي بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. كل هذا البرنامج ياخذونه خلال الاسبوع هذا، خلال 5 أيام ان شاء الله، وبالاضافه الى اخذ جوله كامله على مرافق الكليه للتعرف على مرافقها. مهندس احمد، ماذا عن قاعات التدريب والورش الموجوده هنا في الكليه التقنيه؟ كيف ستقوم بتعقيمها او تطهيرها او نحو ذلك؟ عندنا فريق الصيانه يتم تعقيم كل القاعات وتنظيفها بعد كل محاضره تدريبيه. كذلك الحرص على أخذ درجة الحرارة عند دخول المتدربين إلى الكلية، كذلك الحرص على برنامج توكلنا للتأكد من أخذ الجرعتين وتطبيق البروتوكولات الصحية من وزارة الصحة. أخيرا مهندس أحمد، أريد أن أستغل وجودك معي وأسألك عن منسوبي الكلية التقنية هنا بالدمام، كم النسبة التي وصلت إليها في شأن أخذ الجرعتين؟ الحمد لله، يعني تقريبا 99% من منسوبي الكلية الحمد لله أخذوا الجرعتين كاملة، والمتدربين الحمد لله نسبة كبيرة جدا أخذوا الجرعة، والآن في طور إن شاء الله يستكمل الجرعة الثانية خلال هذا الأسبوع إن شاء الله. شكرا لك مهندس أحمد بن عثمان الغامدي وتعميد الكلية التقنية بالدمام، شكرا لك. إذن حسن، كان هذا حديث المهندس أحمد بن عثمان الغامدي عميد الكلية التقنية بالدمام. دعواتنا لهم أولا بالسلامة وثانيا بالتوفيق في الحياة العلمية والعملية بإذن الله تعالى، ولجميع من يشاهدنا عبر الشاشة الإخبارية. طارق المزهود، شكرا جزيلا لك ولضيفك.